للحديث عن التطورات في غزة واستمرار استهداف الاحتلال للمدنيين وعدوانه على القطاع، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد البلعاوي، ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي عادل الحامدي. البداية معك محمد البلعاوي، يعني قوات الاحتلال دفنت عشرات النازحين والمرضى أحياء بعد دهس خيامهم خلال محاصرتها مشفى كمال عدوان. السؤال هنا، إلى أي مدى يكرس الاحتلال جرائمه على حساب القانون الدولي الإنساني؟ تفضل. شكرا لكم على الاستضافة، وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. في الحقيقة أنه الاحتلال الإسرائيلي دأب خلال الأشهر الماضية، اليوم نتحدث تقريبا أكثر من شهرين، على تكريس جرأته ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لأنه يعتقد أنه عنده المناعة والحماية الكافية من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وما زلنا كل يوم نرى أوجه لهذا الدعم، سواء باستضافة ساركوزي مؤخرا، عفوا استضافة الرئيس الفرنسي في الإليزي لطقوس دينية يهودية، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبنى الخطاب الإسرائيلي دون تمحيص. كل ذلك يشير على أنه الكيان الغاصب يرى نفسه منيعا ضد أي نوع من أنواع المساءلة، وآخرها كان محاولة التصويت على وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، والذي وقف الفيتو الأمريكي خصما عنيدا له. وبالتالي هو يريد أن يوصل رسالة إلى العالم بأسره وإلى الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، أنه قادر أن ينزل به كل أنواع المآسي، وأن يضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي، وأنه لا يوجد عنده أي خطوط حمر يقف أمامها. نعم. وأنه على الشعب الفلسطيني أن تنكسر إرادته وأن يخضع لهذا الاحتلال الإجرامي. أتحول بالسؤال الآن إلى ضيفي عادل الحامدي من لندن. سيد الحامدي، يعني لماذا لا تساهم هذه الجرائم في تغيير سلوك وقرارات الدول الأوروبية والغربية تجاه غزة؟ يعني لا نسمع غير تصريحات خجولة عن ضرورة إيقاف الحرب، أما خطوات فعلية وعملية فلا تذكر ولا توجد. طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وتوجيه التحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك المحترمين. نحن الآن تجاوزنا 70 يوما وما زال الاحتلال يمارس ذات الجرائم، بل إن غطرسته وتوحشه ربما تضاعفت وتزايدت وصدمت كل القوى السياسية والدولية والمنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان. ما يمارس من طرف الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه أصبح بشهادة غالبية المنظمات الحقوقية الدولية ينافي كلها الشرائع السماوية والقوانين الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان. لا شك أن المجتمعات الغربية وهنا في العاصمة البريطانية في لندن وفي المدن البريطانية اليوم هنالك مئات المظاهرات الشعبية والمدنية الرافضة للاحتلال والرافضة للعدوان على قطاع غزة، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة للحكومات الغربية بضرورة تغيير مواقفها والانسجام مع المبادئ والقوانين الدولية الداعية إلى احترام حقوق الإنسان. لكن للأسف الشديد ما زال الموقف الغربي ما زال منحازا بصالح الاحتلال، ما زال غير قابل بالأصوات الشعبية المتزايدة الرافضة لهذا العدوان. وهذا دليل آخر على أن كل الشعارات وكل القوانين التي نظر لها الغرب سابقا حول احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل كلها تتراجع. نحن الآن أمام للأسف الشديد أمام عالم ظالم، أمام عالم منحاز. لكن مرة أخرى أقول بأن المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني في الدول الغربية بدأت الآن تؤثر وبدأت تتزايد وتتنامى لصالح الانتصار للعدالة والحق
الفلسطيني. أستاذ البلعاوي، يعني هل ترى أن رواية الاحتلال مقنعة بما يخص قتل قواته 3 من الأسرى لدى حماس؟ إلى أي مدى يبدو الاحتلال محرجاً من توقف المفاوضات بشأن الأسرى ويريد إحراز التقدم؟ يعني هذا السؤال أراه مرتبطاً بالسؤال الذي قبله من زاوية، أنه الاحتلال الإسرائيلي على مدى الآن قرابة قرن كرس حقيقة أنه لا يعبأ بالقوانين الدولية ولا بالأخلاق، وبالتالي الرواية الإسرائيلية عندما بدأت تتكشف تبين بأن هؤلاء الأسرى كانوا يحملون الراية البيضاء، ومعروف بالعرف العسكري أن من يحمل الراية البيضاء لا يمكن إطلاق النار عليه، وبالتالي تم الإطلاق على النار عليهم، وأحدهم فر إلى أحد البنايات المهدمة وتم الإجهاز عليه هناك. ويذكرني هذا أيضا بحادثة حصلت قبل حوالي أسبوعين في القدس، عندما قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار على مهاجم فلسطيني، وتم الإجهاز على هذا الجندي الإسرائيلي للشك بأنه مواطن فلسطيني. إذا هذه المنظومة الأخلاقية المنهارة هي حقيقة العنوان للسياسة الإسرائيلية، وبالتالي هنا في نقطتين. النقطة الأولى أن الجمهور الإسرائيلي الذي ينظر إلى قواته العسكرية على أساس أنها أكثر جيش أخلاقي في العالم اكتشف أنه الكلام غير صحيح بالمطلق. الأمر الآخر تبين بأنه لا قيمة بنظر القيادة السياسية والعسكرية للأسرى الإسرائيليين، وبالتالي على أهالي الأسرى أن ينتظروا أن يستلموا أبنائهم في أكياس للموتى أو توابيت، وكل ذلك من أجل أن يبقى نتنياهو في الحكم وألا يعاقب النخبة السياسية اللي كانت مسؤولة عن الفشل السياسي في 7 أكتوبر. أستاذ الحامدي، هناك نائب فرنسي يقول إن على الفرنسيين إدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بحزم شديد بحسب تعبيره. هذه التصريحات من هنا وهناك إلى أي مدى تؤكد مسؤولية وشراكة الغرب وأمريكا بجرائم الاحتلال في ظل أن مواطنيها جزء من آلة الحرب الصهيونية؟ هذا ليس في فرنسا وحدها، هنا في بريطانيا النائب وزعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن وجه رسالة مكتوبة ونشرها على صفحته على منصة إكس، دعا فيها وزير الخارجية إلى توضيح موقفه والكشف عن حقيقة مشاركة جنود بريطانيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة، وذلك بعد أنباء وإعلان عن مقتل جنود يحملون الجنسية البريطانية في قطاع غزة. طبعا مشاركة الجنود الغربيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة يضع الحكومات الغربية أمام مسألة قانونية وأخلاقية وقيمية وسياسية، كذلك هم يرفضون أن هؤلاء أن جنودهم يرفضون مشاركة الأطراف الأجنبية في أي حروب خارج بلدانهم. الآن هم بأنفسهم يتعرضون لهذه المسألة، وهذا كشف مرة أخرى المعايير المزدوجة الموجودة لدى الغرب، وهذا وضع الحكومات الغربية الآن أمام مأزق حقيقي. والجدال الدائر هنا في المملكة المتحدة وفي غالبية الدول الأوروبية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن للدول الغربية أن تدعم مثلا زيلينسكي وأوكرانيا في رفض الغزو الروسي بينما هي تدعم إسرائيل التي تمثل وفق القوانين الدولية دولة احتلال. سيد عادل، جئت على ذكر البريطانيين، هل يعد سفر المواطنين البريطانيين إلى إسرائيل للقتال مع جيش الاحتلال هل يعد جريمة جنائية؟ ولماذا يخفي الاحتلال الأعداد الحقيقية لليهود البريطانيين الموجودين بالأراضي المحتلة؟ تفضل أكمل. طبعا هذه الرسالة كما قلت لك رسالة نشرها جيرمي كوربن ووجهها لوزير خارجية ديفيد كاميرون. الإعلام هنا تناول جزءا من حقيقة هذه المشاركة، لكن ما زال الإعلام بغالبيته منحاز للرواية الإسرائيلية، رغم أن الكفة قد بدأت تتعدل نوعا ما مع وجود أو مع تنامي الأعداد الضحايا
الفلسطينيين وتزايد أعداد الشهداء والمظاهر الغير الإنسانية والانتهاكات المغلة في الوحشية التي يمارسها الاحتلال وعدم قدرة الإعلام على طمس هذه الحقائق. هنا في المملكة المتحدة بدأ الجدل الآن يدور ليس فقط حول مشاركة الجنود البريطانيين وهي أصبحت شبه حقيقة، وإنما أيضا حول استمرار دعم أو إرسال المملكة المتحدة للسلاح إلى دولة الاحتلال، وذلك أيضا مساعي لدى المجتمع المدني ولدى المظاهرات المتنامية للضغط على الحكومة البريطانية من أجل وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، باعتبار أن هذا التصدير يمثل شراكة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. أعود بالسؤال إليك من جديد أستاذ محمد، يعني مع جريمة تجريف النازحين أو خيام النازحين من مستشفى كمال عدوان الذي جرى تحييده من قبل الاحتلال عن الخدمة، السؤال هنا هل العالم اليوم قادر بالفعل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؟ أستاذ محمد البلعاوي هل لا تزال معنا؟ طيب على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد. نعم أستاذ محمد إن كنت تسمعني كنت سألتك عن جريمة تجريف خيام النازحين في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الذي يعني حيده الاحتلال عن الخدمة في منطقة بيت لاهيا على وجه التحديد. السؤال هنا هل العالم اليوم بعد كل هذه الجرائم الصهيونية هل العالم قادر بالفعل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؟ أعتقد أنه الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة أدرك أن انتظار العدالة من المؤسسات الدولية والعالم هو ضرب من الخيال، ولذلك هو خلال العالم أدى أكثر من 30 عام في قطاع غزة عاجل وساهم بمراكمة القوة، واليوم ما نراه على الأرض هو عبارة عن صواريخ تطلق وقذائف أيضا يتم إطلاقها من صنع محلي، ولذلك الشعب الفلسطيني أدرك منذ فترة مبكرة بأن المنظومة الدولية في حقيقتها منظومة صنعت لتخدم الأهداف الغربية، وبالتالي لا يستطيع مهما بلغ من بلاغة ومهما وصل من إقناع أن يقنع هذه المنظومة أن تأخذ موقفا حقيقيا. وأنا منذ دقائق كنت أشار إلى الموقف الرئيس الفرنسي وإلى أيضا موقف المستشار الألماني الذي احتفل بالحنوكة وأضاء شمعدان اليهودي. إذن هنا مع تزايد هذه الجرائم الدعم الرسمي الغربي لا يقل ولا يخجل ولا يتراجع، بالعكس هو يزداد ويؤكد على موقفه، ولذلك فكرة أنه الضعيف يطلب الحق من المؤسسات الدولية هي فكرة خيالية في الحقيقة، وهنا هناك يعني مسؤولية كبيرة تقع على كاهل الدول العربية والإسلامية والتي تدعي التضامن مع القضية الفلسطينية بأن توظف إمكانياتها وطاقاتها من أجل خلق واقع حقيقي باغت على هذه الدول الكبرى من أجل أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه، ولكن مع الأسف ما نراه الآن هو متناقض مع هذا الدور تماما، لأنه هذه الدول لا تستطيع إدخال حتى ماء الشرب إلى قطاع غزة، وأكثر من ذلك تتاجر بالماء والخضار وغيرها من أشياء يعني تخص الجيش الإسرائيلي وتوصلها إلى أماكن عدوانه في غزة. فأي واقع وصلنا وماذا ينتظر الشعب الفلسطيني حتى من أقرب المقربين إليه؟ سيد عادل، يعني القسام تؤكد تفجير عبوتين وقتل وإصابة 7 من جنود الاحتلال خلال الساعات الماضية، بحسب قراءتك للمشهد سؤالي إليك لأي مدى فشل نتنياهو بتحقيق النصر الذي يريده؟ سيد عادل هل أنت معنا؟ نعم سمعت سؤالك. مرة أخرى لابد من التأكيد على أننا بالمعايير العسكرية والاستراتيجية نحن أمام قوتين غير متكافئتين، نحن أمام جيش نظامي مدعوم من أكبر قوة العالم ومعه سلاح أقوى دولة في العالم مقابل شعب فلسطيني أعزل، بل إن هذا الشعب محاصر منذ
16 عاما، وبالتالي فمن الناحية العسكرية والناحية الاستراتيجية ومن الناحية السياسية والأخلاقية من الصعب المقارنة بين قوتين، لكن على مستوى الأداء ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، لا سيما بعد كشف الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية كشفها عن أن الاحتلال يستعمل مرتزقة من المرتزقة من المقاتلين الأجانب الموجودين في الجبهات مع الاحتلال. الآن استمرار الحرب على مدى أكثر من 70 يوما يؤكد مرة أخرى صلابة موقف الشعب الفلسطيني وقوته وتصميمه في مواجهة الاحتلال، ويؤكد مرة أخرى بأن هذا الاحتلال على مدى 75 عاما لم يستطع أن يبني قوة ولا جيش يمكنه أن يهزم الشعب الفلسطيني إذا توفرت الإرادة. الآن بدأ الغرب عامة يدرك خطورة هذا التحول الاستراتيجي الكبير، عندما تمكن الشعب الفلسطيني من توجيه هذه الرسالة القوية بأنه متشبث بحقه وبأرضه وبأنه لن يغادرها وبأنه قادر على أن يصنع المعجزات، بدأ الآن الحديث من جديد وبقوة على مختلف المستويات على ملف القضية الفلسطينية. ودعني فقط أختلف مع ضيفك في بعض الوقت في بعض الأفكار عندما قال بأن الرهان على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الدولية يصبح أقرب للخيال منه إلى الحقيقة. المنظمات الحقوقية والضغط الدولي يبقى عاملا مهما من أجل إقناع عقلاء العالم وقادة العالم بأن الاستمرار في دعم المظالم وفي دعم الانتهاكات الإسرائيلية المنافية لكل القوانين الدولية يعتبر أدوات مهمة من أجل نصرة الحق الفلسطيني ومن أجل إقرار العدالة في العالم ومن أجل أيضا التأسيس لنظام عالمي جديد. ما زلنا ننتظر مواقف شجاعة وأكثر جرأة من القوى الدولية وتحديدا من الصين وروسيا، ربما أكثر مما هي عليه الآن. هنالك مواقف خجولة لا ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة. المطلوب من هذه القوى مرة أخرى أن تصف إلى جانب العدالة الدولية وأن تصف إلى جانب القوانين الدولية، لأن انتهاك الحاصل اليوم بحق الفلسطينيين بإمكانه غدا أن يتم بحق هذه القوى، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مشاكل حقيقية ومخاوف حقيقية من النمو أو التصاعد الصيني والروسي بالعالم. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لكما. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد البلعاوي والكاتب والمحلل السياسي عادل الحامدي من لندن.